بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، وحشتوني وحشتوني كتير قوي 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 قوي. حاسس ان انا بقالي سنه بعيد عنكم وانتم بعيد عني، ولكن الحمد لله رجعنا. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه اعياد اكتوبر المجيده والمولد النبوي الشريف. اعاده الله عليكم وعلينا جميعا بالخير واليوم والبركات. طبعا النهارده بدايه موسم، خلينا متفائلين من بدايه الموسم، لان التفاؤل بيجيب تفاؤل. انما من اول السنه هنبقى خايفين وبنبص على اللي حصل السنه اللي فاتت، لا اللي حصل السنه اللي فاتت خلاص هيتنسى، انما احنا هناخد منه اللي يفيدنا بعد كده في المرحله اللي جايه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو دايما دايما ورا ناديه مهما حصل، مهما حصل في لحظات الخسارة قبل الفرحة. جمهور الأهلي ده الكنز اللي بيملكه النادي الأهلي فعلا. أنا ما بقولش كده بس شعارات، لا، الكنز اللي بيملكه النادي الأهلي بعيد عن أي حاجة تانية هو جمهور النادي الأهلي. برحب بيكم في بداية موسم جديد، موسم نتمنى فيه الخير للنادي الأهلي ويرجع تاني لمنصات التتويج في كل البطولات، ودايما مفرحنا زي ما عودنا. وان اللي حصل السنه اللي فاتت كان ليه اسباب، بعض الاسباب خارجيه وبعضها احنا كنا يعني مقصرين في بعض الامور، كان في بعض السلبيات الفنيه من ناحيتنا، كان في ظروف خارجيه كان ليها دور، نعم مش هنتكلم فيها تاني، خلاص سنه وعدت. ان شاء الله سنه جديده، موسم جديد، موسم كله انتصارات بإذن الله وأفراح للنادي الأهلي، والبداية من النهاردة. طبعا النهاردة استوديو تحليل المباراة مهمة جدا جدا جدا، وقدر المدير الفني الجديد أنه يبتدي النهاردة مباراة صعبة خارج الحدود أمام اتحاد المونستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.